بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين. اليوم بفضل الله تعالى تم التكليف من قبل معالي الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة بالإشراف الكامل على عملية التعقيم والتطهير الكاملة لجميع مساجد آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. واليوم بدأنا بمسجد سيدنا الحسين، ثم مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها، ثم مسجد السيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها. زي ما حضراتكم شايفين بتتم عملية التعقيم على قدم وساق من خلال فريق مكون من اكثر من 20 فرد مدربين ومؤهلين، تاهيل عالي جدا زي ما حضراتكم شايفين، وباحسن المعدات للتعقيم والتطهير الكامل. كما تم الاشراف على وضع علامات التباعد في المسجد للحفاظ على ارواح المصلين، وتستمر عمليه التعقيم. واليوم بفضل الله عز وجل انتهينا من عدد لا باس به من المساجد، وان شاء الله عز وجل تستمر عمليه التعقيم بفضل الله عز وجل الى اخر يوم الجمعه ان شاء الله. شكرا، السلام عليكم.